ارسم ابني وابن اخويا ولحمنا ودمنا وعمرنا ما نقصر فيه، والعيلة ابوه كبيره في القاهره وفي الزقازيق، وكلنا اتجمعنا، واللي راح المقابر واللي راح الجامع عشان يصلوا عليه، بقينا متفرقين هنا وهنا عشان نشوف كلنا من نتواصل مع بعضنا بالتليفونات عشان نعرف نجمع بعضنا ونروح فين وهو متواجد فين، لان كانت جت على غفله واحنا ما عرفنا. وبعدين اللي بيقول ان له اخ غلبان وان ما عرفش يظهر وكلام زي ده، وان هو ملوش اخوات دلوقتي، هو له كان اخ محمد عطيه وتوفى ملوش اخوات تاني. احنا انجرحنا جامد ومحدش هيحس بينا، احنا حاسين بوجعتنا، احنا اللي حاسين بوجعتنا، وعمر هيثم ما يطلع من قلبنا ولا هو ولا ابوه. والحمد لله هو راح برضه في حضن ابوه فرحان بيه، ومع والدته ومع جدته وكل الناس اللي هناك فرحانين بيه. اكيد باباه كان عايزه وراح له، وبعدين احنا مطمنين عليه لان هو طول عمره حنين وطيب وكان بيصلي.